جاب له مداخله هاني رمزي معاك هنا لما قال لك كان في دماغنا احمد جمعه بس ما بيشاركش ما لكن هو اختار احمد جمعه وانا قلت له في واحد مهم قوي فاكر. طيب عشان فاضل لنا 5 دقايق في نص دقيقه يا كابتن لو عندك ملحوظه وكابتن عادل عنده ملحوظه عشان نخش في اختيار اللاعب الشهر كمان. لا انا ما عنديش اي ملحوظه, هو راجل بفكر جديد شكله بيدور على فكر هجومي فاحنا معاه باذن الله وبنشجعه وكل التوفيق بالنسبه لمنتخب مصر المباراه الجايه. كابتن عادل فين احمد فتحي؟ وليد سليمان. احمد فتحي وليد سليمان ازاي ما يكونوش موجودين؟ سعد سمير. عمرو السوليه يا راجل, بس عمرو السوليه متعور. احمد فتحي قياده قائد جوه الملعب وبره الملعب. ممكن يعني تبقى عشان دي ممكن عشان موضوع القياده ممكن يعني ممكن يعني عشان موضوع الكابتنه ممكن. وبعدين اداؤه يعني في الخمس ست مباريات اللي فاتوا هو النجم او تعب لاعب عشان خاطر حاجه هو من النجوم من نجوم الفرقه. وبعدين شريف اكرامي انت رايح كاس عالم وبعدين في الماتش اللي جاي ما تاخدوش خالص من يعني طب انت بتحافظ على الكيان بتاع حراس المرمى على الاقل الثلاثه. عصام خلاص اعتزل يبقى في الثلاثه اللي كانوا الاثنين اللي كانوا موجودين مع عواد يبقى المنطق بيقول كده. لا بس هو جيلش ماشي كويس. عواد طبعا كان طيب قبل كده كان لازم يبقى في جول في خبرات افريقيه. جيلش ما عندوش الخبرات دي معلش واخد لعيبه كتير جدا ما عندهاش خبرات صح بس هيديها صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام.